جاي لك النهارده هيبقى قلب اخوك وشد الاحزمه اخوك ابو عادل عشان في جيفاوي جديده يا جدعان. فيديو امبارح وصل ل 4000 لايك، فالكلام ده يزعل يا جدعان، اقسم بالله يزعل. ففيديو النهارده لو وصل ل 9000 لايك في جيفاوي على جوارك يا جدعان، واكونت باذن الله اوفر 97 لاخواتي الحلوين اللي انا بحبهم. فلو انت لسه مش عامل لايك انزل واشترك في القناه فعل زر. هتقول لي طب انت قلت لايك، ايه علاقه الاشتراك؟ ما انت هتشترك برضه هيبقى قلب اخوك وتعمل لايك. عايزين نوصل فيديو النهارده يا جدعان ل 9000 لايك وحاجات بسيطه بس، ونبقى 443000. مبوي اللي انا بحبه من الاخر كملها تحت انت في الكومنتات هيبقى قلب اخوك. والليست يكون خش على فيفا. هنعمل ايه النهارده؟ 89000 جواره 200 مليون. هنعمل ايه؟ انا جاي لك دلوقتي. اهدى بس كده وامسك نفسك، لان اللي هيحصل النهارده غشوميه غشوميه. ال 200 مليون دول هتلاقوهم على الزيرو دلوقتي، الا بقى ايه لو انت عايز نعمل جيف اواي على الاكونت ده بال 200 مليون. والله الله يا جدعان، فيديو النهارده لو وصل ل 9000 لايك جيف اواي باذن الله على اكونت اوفر 97 في كل اللعبه التي تشتهيها. بقى عارف انت لعيبه التوتس دي موجود تشكيله كامله من التوتس اوفر 97. يلا عايز ايه تاني يا حبيب قلب اخوك؟ والله عايز ايه تاني؟ ناقصك بس تعمل لايك. يلا بينا الباكه ده يا جدعان، بحظ اخوك ابو عادل المطرشم ابو جلابيل ما بيشوفش. ودي بحظ يا جدعان. ها ايوه بقى، بلاش المانيا، ماشي فرنسي حلو. سي بي برشلونه؟ لا مش برشلونه. يا سلام، ده ازاي برشلونه؟ ازاي برشلونه؟ انت مجنون ازاي مسا؟ فاهم انت؟ عمرهم ما يجيبوا لنا لعيبه حتى يعني. ما ايه يا شباب؟ ايه الو؟ ها انتوا عارفين ال 10000 جواره بكام اللي انا بضيعها كده على الباكج يا فيفا؟ فيفا شكلها مش عارفه حاجه والله. مش داريه كفرتسخيليا؟ لا مش كفرتسخيليا. ده مين ده يا جدعان؟ مين ده؟ ايه؟ ماما ارداش ماما ارداشفيليا؟ ماما ارداشفيليا. ما ماشي حلو، ماما ارداشفيليا. ماشي يا حبيب قلب اخوك ماشي. عملت لنا ازمه اصلا في الاسم. عملت لنا ازمه في الاسم من دلوقتي. يعني ايه طيب؟ يلا مين؟ ايوه بقى. دلعنا على اللعيبه اللي ما بتتباعش يا براندد. هو براندد. هو بروسيا. بس محتاجينه محتاجينه. حلو تعال ماشي يا براند، تعال تعال يا حبيب قلب اخوك. تعال والله العظيم اكسر بخاطرك يا براند عشان انت بروسيا يعني النهائي. تعال ودي ما كريستيانو مش ايه يا دون؟ ايه ايه يا قلب اخوك؟ يعني ايه طيب؟ ايه ده؟ ده في اول باك اسباني ال بي كمان ليفركوزن. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. يا نهار ابيض مين ده؟ ايه يا تشابي؟ فين اللعيبه بتوعك؟ ايه الكلام ده يا تشابي؟ الكلام على ايه يا تشابي؟ الله يخرب بيتك تشابي الونسو بيدينا لعيبه من عنده من القلب للقلب اقسم بالله. ليفركوزن احييكم وبحبكم، وان شاء الله في النهائي مع ريال مدريد برضو ان شاء الله. يعني ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده يا اخي؟ يا اخي ايه الجمال ده؟ اقسم بالله ايه الحلاوه دي؟ وهتقول انها مش بتبقى انه مش بتبقى. والله ازعل والله ازعل. بس ازاي كان مكتوب 160 مليون معنى كانه مش بتبقى؟ لا لا يا جدعان يا جدعان، لا يا جدعان يا جدعان، لا يا جدعان ما تخضوناش يا جدعان. انا راجع تاني اهو، راجع تاني راجع تاني. لا يا رب يا رب يكون بيتباع يا جدعان يا جدعان. بيتباع يس يس يس. يا سلام يا سلام يا سلام. ايه الباكة دي؟ ايه الباكة دي؟ ده مش باكة، ده جمال اقسم بالله يا جدعان. جمال وحلاوة، جمال وحلاوة. ودي ب 167 مليون. خلي اللي ما يشتري يتفرج، اللي معهوش ملايين يشتري. يلا هيبقى قلب اخوك. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ايه اللي حصل ده؟ ايه اللي حصل ده؟ ده بجد ده ولا ايه؟ هناك أشياء تحدث يا جدعان. والله العظيم ما بهزر، هناك أشياء تحدث فعلا بقى كده. ده الباكة دي بكام؟ 92 وأنا مش فاتحها. دي الباكة دي بكام؟ 15 يعني. بقول لكم إيه؟ بقول لكم إيه يا جدعان؟ خربانة خربانة ويلا بينا دوري الأبطال. خربانة خربانة يا جدعان، خربانة خربانة.
خلاص 15000 هنعمل بهم ايه؟ يلا بينا يا حبايب اخوك باذن الله. لعيبه مطرشمه، رودريجو، فينيسيوس، الناس الحلوه. يلا بينا، يلا يا جدعان. انجليزي الدبليو بروسيا؟ لا والله ده اعلى حد، يعني ده اعلى حد ممكن نكسبه. مفيش 95، مفيش اي ارقام. ده هو اصلا كويس انه بقى 94، ده هو ما كانش 94، ده عشان وصلوا النهائي بقى 94. ايه دوكو يعني؟ الو شويه رجاله اقسم بالله، الواحد مش محتاجها اصلا. ماشي ماشي، بس حلو حلو، هنحط مكان سايمونز يا جدعان عشان لو كسبوا النهائي هيبقى 95. يعني بقى بس لا طبعا، تقول لي مارك رويس محتاج دوري ابطال ومش عارف ايه، ما تنساش ان مارك رويس لما راحوا الصحفيين يقولوا له انت تختار ميسي ولا رونالدو، قال ميسي. الحته دي لوحدها، انا بحب مارك رويس بس انه يفضل ميسي على كريستيانو، دي لوحدها كبيره يا حبيب قلب اخوك. معلش والله العظيم دي لوحدها كبيره عندنا، انك ما تشجعش كريستيانو انت كده يعني، انت كده انتهيت بالنسبه لي والله العظيم. حمدون عاشق فخد الدون، ودي بحظ كريستيانو. لا مش عايز الجايه بحظ كريستيانو، ده ستيبيان ال بي يعني، اهو شوف هو ده ستيبيان ال بي اهو يا جدعان. ماشي كمان واحد، كريستيانو كريستيانو يا كريستيانو، تحرجناش يا كريستيانو يا ايوه كده برتغالي بقى. مين ده السي بي ولا هو ال دبليو؟ ماشي لسه فيه. ده الواد ناتشو طلع لنا برضه في كريستيانو، هندوس 3 مرات يا جدعان. والبرتغال، البرتغال وحلاوتها، البرتغال وحلاوتها. انت لو كسبت كريستيانو انت بتتكلم يا صاحبي في نص مليار والله العظيم، نص مليار. برتغالي بقى، همش البرازيل هيجيبوا الواد اللي في تركيا فريد ده ولا مش عارف مين. ايوه هو فريد. ماشي يا جدعان، احنا نيجي دلوقتي بقى ايه اللحظه اللي انت بتحبها وانا بحبها، ده انا مجهز الموبايل والله. يلا يا صاحبي نشوف حظ مين احلى. اضافه مقايضه تحرير او اي حاجه، مش لازم تحرير يعني، فهمت؟ ممكن تروح مثلا تجمع مثلا، مش لازم تحرير. يلا يا جدعان يلا. مي هنا هولندا، هنا المانيا، هنا سي ام، هنا ده عرفناه. ده بقى مين بقى؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ هولندا ايه ده؟ هما الاتنين والله العظيم. هو باسان يا كورتيزيكا يا صاحبي ايه؟ بص اهوت يا جدعان، نهار ابيض ياني، يا نهار ابيض ياني. اعمل فيكي تاني يا صاحبي والله العظيم، اعمل فيكي، اهرب منك منين والله العظيم، اهرب منك منين؟ مرتين ده انت فاجر قوي، اروح منك فين تاني يعني؟ سبت لك اللعبه يومين ثلاثه قلت يمكن ينساني، انما ايه تنساني يومين واجي لك يا صاحبي ولا ايه؟ الو يا كورتيزيكو، بايرن رجاله يا شباب والله العظيم، ما ينفع اقسم بالله ما ينفع. احنا في حاجات، احنا في لعيبه بتضيع مننا، في ناس بتروح مننا، وفي الاخر عشان نكسب مين يا جدعان؟ ده مصيبه اللي بيحصل ده. اقفل يا عم ديت يا عم، اقفل يا عم، تعالى يا عم اجمالي. يلا يا جدعان يلا يا جدعان، والله العظيم اللي بيحصل ده قلق يا فيفا والله ما ينفع. هولندا ال دبليو الواد سايمونز، هو سايمونز تعالى، وسافيتش ماشي. ده احنا معانا كتير بقى، ده احنا معانا كتير بقى، ده الرجاله معبيه بقى. يلا يا جدعان ها اعمل ايه تاني يا جدعان؟ يعني والله العظيم ما بقى فيه حيل يعني، يعني ايه؟
وانت ايه مقولول انت ولا انت في ايه؟ وانت عايزين ثلاثة ليه يا صاحبي؟ ثلاثة ليه؟ طب والله العظيم ما هزعلهم، والله ما هزعلهم يا جدعان، عشان الرجالة دي تستاهل. ودي يا عم يا فيفا يا فيفا، ما افتحش باكجات تاني يعني ولا ايه؟ ولو محرز كمان الاتنين اللي بيطلعوا لي دايما في كل باك، يعني ما افتحش باكجات تاني؟ والله العظيم لو عايزينها والله اعملها وربع ماشي يا جدع. من بكره انا هفتح انا اكونت تاني، انا هرجع انا الاكونت من بكره سكه ودغري بقى، عشان الكلام ده مش نافع، والله العظيم الكلام ده ما نافع يا جدعان، لحد ما الحظ ينساني وارجع افتح باكجات تاني عادي. انا معايا لسه بتاع تقريبا 2 3 مليون جوهره، الحظ ينساني واقوم راجع تاني اهو. اهو يا عم مش عايز حاجه تاني والله، يعني اعمل ايه تاني؟ غيرت الباكه كامله ولسه بيطلع لي، ولو سافج هم اللي بيتغير بس، يا سافج يا محرز، انما هو ده الاساس، ده فاهم انت، ده الزبده اللي في الموضوع والله العظيم. خليتوني اتكلم خليجي والله، والله يا جدعان ده الزبده اللي في الموضوع. دوكو مارتينيز بلاش ده، ينفع نحط لاعب تاني؟ ماشي يا عم، حط ماركو رويس يا عم، والله العظيم ما هزعلكم يا جدعان. ماشي بصوا معايا كام لاعب من، والله لا بص 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 نسخه، المفتري ابن المفتري 12 نسخه، ده غير اللي انا قيدتهم امبارح 12 نسخة المفتري 12 ده 13 الباكة دي 13 فرج يا عم 13 صح. ايه ده ليفركوزن ده غير ايه ده؟ الو اخيرا يا جدع اخي، اوعى تطلع بالله عليك، اوعى تكون جايب كورتزيكا معاك في ايدك بالله عليك يا صاحبي، اوعى تكون بس. الحمد لله اخيرا يا عم كسبنا لعب نظيف يا عم اخيرا، ده احنا الحظ ايه الحظ ايه والله العظيم يا جدعان. تعالى يا انتون تعالى يا عم، محتاجينك والله تعالى. طب احنا ممكن نعمل حاجه حلوه، هتقول ايه هي؟ هقول لك ايه هي، احنا ممكن نجيب انتون هنا، ولا احنا ممكن نعمل بناء تلقائي اصلا برضو. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، يا ريتني ما عملت حاجه. التشكيله راحت فين طيب؟ والله لا سيبها زي ما هي، والله يا جدعان لا سيبها زي ما هي. الواد ده ازاي ده يتحط يعني؟ ده 95 ازاي هو اللي ايوه كده، والله يا جدعان لا سيبها زي ما هي. والجيف اوي هيبقى على الاكونت بنفس التشكيله دي، انا مش هعمل اي حاجه، احنا ناقصنا ار دبليو على فكره. انت معاك بقى 300 مليون عليا النعمه، لو رحت اشتريت بص يا تعالى يا عم تعالى يا عم تعال، عشان انا بكره انا عندي فكره، بكره بالملايين يا جدعان ممكن نعمل بكره تشكيله اوفر عالي، تمام تشكيله اوفر عالي، ونعمل جيف اوي على الاكونت لاخوات الحلوين والله العظيم. بس قبل طبعا الكلام ده طبعا نكمل المقايضه بتاعتنا والله العظيم، يعني تعال احنا هنا لازم نختم دي تلاتة، محتاجين ستة، يعني 3 في 6 ب 18 حلوة أوي. 90 90 البرنامج فريق الموسم، يلا بينا يا حبيب قلب اخوك. أم غيلي ولا إيه؟ ألو ألو أنت مالك مبسوط كده ليه يا كوستا؟ ده ال 91 ارخص من ال 90، احنا هنشتغل بعض يا جدعان بجد والله، احنا هنشتغل بعض يا جدعان. طب نشوف ال 92 كده، لا يعني ايه ده؟ لقد تمت الصفقة 150 مليون، لقد تمت الصفقة بنجاح، احنا معاك دلوقتي يا صاحبي 350 مليون، ثانيا ما نشوف اللي معانا في الخزنة واللي مش معانا في الخزنة تمام. وتعالى قبل ما نشتري اللعيبه احنا كده عرفنا نشتري، يعني نشتري 91 تمام. تعالى يا صاحبي كده نشوف ايه اللي هنا، ودي كده يا جورتزيك 1 2 3 لا يا جدعان
لا يا جدعان ما نروح نشتري يا جدعان. كان محتاج لعبة 90 صح؟ هنشتري لعبة 90 بدل ما نعمل هنا ونعمل، لا احنا نروح يا جدعان نجيب واحد لعبة 91 زي ما احنا ما قلنا. تمام، ودي معانا 350 مليون. بكرة التشكيلة هنوصلها لرقم مفتري، يعني رقم مفتري. اسمع مني يلا يا عم، 8 ناقصين 10 لعيبة كده. لا ثاني، عشان التسرع بقول لك ايه، 8 تي يا نهار ابيض. انا بقول نشتري بس ايه، 8 9 10 11 12 بس. ايوه كده، اوكي. احنا مش عايزين، مش عايزينهم يا جدعان يقلوا عن 300 مليون. يبقى صرفنا 50 مليون فاهم، و300 مليون يعني الدنيا حلوه معانا، الدنيا حلوه معانا لحد دلوقتي. يلا بينا حبيب قلب اخوك. ودي يا رب يا رب. تعال تعال يا عم، تعال تعال يا عم، تعال 50 مليون عشان يطلع لي جورتوزيكا. انا لو اعترت فيك هقتلك سكه ودغري. وصلوا الكلام للبايرن ميونخ عشان يفسخوا العقد معاه. هولندا ما فرقتش كتير يعني، ما سايمونز يا اما هو، والاثنين بيطلعوا في باكج مع بعض. هنا ممكن تلاقي سافيتش او محرز مع سايمونز اهو. خلاص بقى ناقص لي بس درجتين ونبدا ننجم اللي بيحصل في الباكات فاهم، يعني سايمونز سافيتش او محرز. كورتزيكا هيجي مع سايمونز سافيتش او محرز، بس حاجه غير كده تبقى انت بقى ايه، يبقى انت كمك دعيالك، وده طبعا نادرا ما بيحصل فاهم. اسمع مني بس، اسمع مني، لومبرج وسايمونز. طب والله العظيم يا جدعان ثانيه، بما انها خربانه خربانه يلا بينا نوديها. خربانه خربانه، ودي يا عم لاعب توتس خربت اصل. خلاص هنعمل ايه بقى باللعبه دي؟ ولا اي حاجه. بص بقى يطلع مين، بص بقى بص، انا ماسك نفسي والله العظيم ما هتكلم. بص مين اللي هيطلع معاه، الواد السي ام اللي بيطلع مره فاهم انت، كل سنه مره طلع لنا المره دي. ماشي انا والله العظيم ما هكمل جورتيزيكا. تمام، ومش هقول لكم على السماء يا جدعان، لان انت كده تشوفنا بكره باذن الله. اهم حاجه تعمل لايك واشتراك يا حبيب قلب اخوك. والتشكيله دي بدل 194 هنوصلها ل 97 بكره باذن الله، ونعمل جيف اوي على الاكونت ده يا جدعان. اهم حاجه الفيديو يوصل ل 9000 لايك. بيس اوي.